ببيناتنا اليوم مع الإعلامية رانيا يونس، إعلامية انشهرت بالراديو وبالتلفزيون، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير رانيا. أكيد صباح الخير، ومعودة على الصباح على صباح المورنينج شو. مضبوط، لك صباح الخير رانيا، لكل مشاهدي أكيد الام تي في، وبدي أقول للكل ميري كريسمس، لكل العاملين كمان اليوم على هالبروجرام. أهلا وسهلا فيك رانيا، منورتينا ومنورة بهالأزرق الحلو اليوم. ثانك يو، عيونك الحلوين. رانيا، الحديث طويل كثير، يعني مراحل طويلة وعديدة بحياتك مرقت، ولكن إجباري نبلش بالبدايات. رانيا، شو درستي؟ كيف بلشتي؟ كيف فتي على عالم الإعلام؟ درست، دراستي كانت advertising and marketing بجامعة الـ NDU، تخرجت with a high distinction degree، وكانت عن جد كانت فيي كدراسة. ولكن بعيدة شوي عن عالم الإعلام. الكورسز يلي كنت أنا فينا أختار اللي بدي إياه فيه، كنت أخذهم دايماً راديو إن تي في. بنفس الوقت أنا أول مرة طلعت على الراديو كان عمري 14 سنة. أول مرة طلعت قدام ميكرو كنت أصغر بشوي كمان. شو كان الموضوع؟ كنت مع بيي برياضة، تعليق رياضي، فكان دايما يقعدنا حده، لحتى مرة حتى الميكرو قدامي قال له هلا أنت بدك تعلقي على الماتش، قلت له أنا؟ يعني ما عندي حل تاني، قال لي إيه، وهيك صار يعني. فكانت it was in my blood، بدمي يعني. يعني هي عندك اياها بالاساس. yes. وعندك اياها يمكن كانت كهوايه، ولكن تحولت الى احتراف. اول شيء كانت هوايه، يعني لما كنت صغيره كنت اقدم بروجرامات حتى باذاعات مختلفه هون بلبنان. بعتقد انه او بعتبر انه الاحتراف عن جد بلش لما تخرجت من الجامعه وبلشت هون ببيروت براديو سكوب. نعم. واستمريت فيها لسنوات. يعني شو كان اول برنامج؟ أول برنامج قدمته بسكوب من بعد ما تخرجت من الجامعة كان وراك وراك، كنا نطلع لايف. بعدين قدمت كل ما بيخطر على بالك من بروجرامات إذاعة، لحتى أكيد بالأخير قدمت المورنينج شو، البرنامج. نعم. الصباحي. نعم. انتقلت إلى أبو ظبي رانيا، شو عملتي بأبو ظبي؟ ولكن قبل نسيت تقولي لي عن البروجرام التلفزيوني. تلفزيون. البرنامج التلفزيوني. مظبوط. لما كنت ببيروت كمان كنت عندي بروجرام 50 دقيقة موضة، بس ما كان بس موضة، يعني كان كل شيء ترند، كل شيء جديد، أفكار جديدة، حتى كنا نحكي عن الفنون، عن النحت، كان كثير حلو. قلتي لي لأنه زهقت، حسيت حالي محدودة كثير بالموضة، وأنت بالحياة أنا بحب الموضة، بس ما بحس انه لازم ينوضع كادر بس لبروجرام بس هالقد. انت بالحياه انا عم اقول انه انت هيك ما بتحبي تحطي كادر معين بحياتك، تنقلات كثيره وبلدان كثيره كسرت الفريم، كسرت الاطار. فهيدا بروجرام التي في، وبنفس الوقت كمان كنت علم بالجامعه. بروجرام التي في امتد على مده خمس سنوات. نعم. ومثل ما قلنا كان متشعب بالافكار، حتى بس انتقلت على ابو ظبي كان بعد نعم بقدم بروجرام التي في ببيروت، كنت انزل كل اسبوع لحتى اصور الحلقه، ما كانت لايف. وكمان خلال وجودي ببيروت كنت عم قلك كنت علم بالجامعه راديو تي في وادفرتايزنج وماركتينج، يعني تلاميذه كانوا اكبر مني. كمان ات واز ا نايس اكسبيرينس، تجربه مختلفه وتجربه حلوه، يعني لما بتاخذي وبتعطي مع التلاميذ اليوم مستقبل بهيدا المجال. وقد ايه بتحسي حالك ممتلكه معلوماتك ومالكتيهم اكثر وبترتاحي انك تعلميهم للباقيين؟ صح. رانيا، مش بس علمتي بالجامعه ولكن عملتي نوع من سيمينارات او استاجات للطلاب الجامعة. صح. شو كانت هالإكسبرينس؟ كانت هي الانترنشيب بجامعاتهم، كانوا يجوا لعنا وكنت أنا تابعهم وساعدهم ومرنهم لحتى اليوم يقدروا يشتغلوا، يعني سواء كان أمام الكاميرا أو وراء الكاميرا. ولكن صادفت أشياء غريبة شوي. كان في تلاميذ رانيا كثير عندهم عارفين شو بدهم من اختصاص الراديو تي في. بالوقت يلي بتذكر في صبية اجيت مره على الاستوديو عم قلها انا ليه انت عم تدرسي راديو تي في؟
قالت لي لأنه بدي أكون مشهورة. كان فيها تعمل فنانة بفتكر. كل شيء في كل إنسان في يكون مشهور بمجاله، يعني اليوم النحات مشهور، الشيف مشهور، كل إنسان مشهور إذا برع باللي عم يعمله. ف وبالأخص ومش ضروري يعني مثل ما حضرتك صار معك، يعني درستي شيء ولكن برعتي بشيء تاني. صح. يعني وهيدي الشغلة حلوة هيك نذكرها للعالم إنه مش ضروري كمان نكون محدودين، وإذا هالشغلة هي هواية ومنحبها كتير وهي شغلة بدمنا يعني ما في شيء بيمنع ابدا. صح. انه نعملها حتى لو ما درسناها وتعمقنا فيها. لما بتكون عندك الهوايه وانت بتشتغلي عليها وبتسقفيها بتصير مهنه طبعا. بس لما ما بيكون عندك يعني الهوايه او الحب للمهنه اللي عم تعمليها، لو شو ما درستي ما فيك توصلي للي انت عندك اياه، يعني ما عندك اياها هبه من عند الله اذا فينا نقول. رانيا، ولكن حضرتك ما توقفتي ابدا عن انه تشتغلي على حالك وسافرتي كثير وصار عندك مثل يعني فرص انه تسافري فيها على بلدان كثيره ومن كل بلد تتعلمي اشياء جديده. صح. قصه تور دي موند شو قصتها؟ انا انتقلت من بيروت لاذاعه ستار اف ام بابو ظبي وعم اقدم بروجرام صباحه اللي بعده مكمل، واللي هو اكيد كل يوم الصبح. الانتقالي للإمارات كان في انتقال مش بس إلى الإمارات، كان في انتقال إلى العالم. فصار في دعوات رسمية من دول عم تجي لحتى أروح أعمل ستادي تور بدول مختلفة وبطلع لايف من الدولة عبر الإذاعة. واليوم مع وجود السوشيال ميديا، الفيسبوك والإنستغرام وتويتر، كل شيء صار عم يدعم الإذاعة، فبطلت الإذاعة مخفية بس ورا الميكرو وما حدا بيعرف شو اللي عم بيصير بالستوديو. لا، وهالبرمجة بعدين ما كانت بس لمناسبات معينة، انه كان اوقات يكون في مناسبات اوقات ما يكون في مناسبات، تنوجد المناسبة لما زور البلد. وذكرت شغلة رانيا كثير مهمة، انه عن جد من كل بلد تعلمت شيء. يعني تعلمت بأفرست، لما طلعت على أفرست حسيت انه الشموخ هو بالتواضع. وين أفرست؟ قد ايه هي مناطق فقيره وبسيطه، وقد ايه شموخ أفرست هو عالي. يعني من كل بلد بتتعلمي شيء بتضيفيه على حياتك. الجزر بالمالديف وبالسيشيلز حسيت كمان قد ايه في غنى بهالارض، غنى طبيعه، غنى بحر. بتشوفي اشياء، يعني اول مره مثلا عملت سنوركلينج شفت التيرتل، بعدني لهلا اذا بغمض عيوني بتخيل التيرتل بالبحر. بحس مشهد عم شوفه على السكرين بالوقت يلي انا شفته بالواقع. حسيت فيه يعني رانيا هيدي طبيعة إنسان، وحضرتك عندك طبيعة، يعني طبيعتك إنه مبين وواضح قديه بتحبي تتقدمي وقديه عندك الحشرية إنه تكملي بعد وبعد وبعد. وهيدي الشغلة هي يلي سمحت لك توصلي لمحلات، يعني شاركتي بالإنترناشنال ريديو فيستيفال بسويسرا، وصلتي لمحلات يمكن يعني سمحت لك إنه تصيري شبه عالمية، تما نقول عالمية 100%. شوف رانيا، دعوتي لمهرجان الإذاعة العالمية اللي صار بزيورخ بسويسرا هالسنة حملتنا مسؤولية كتير كبيرة، لأنه أنا كنت أول حدا من الشرق الأوسط، أنا أول إعلامية من الشرق الأوسط بشارك بهيدا المهرجان من الشرق الأوسط ومن الخليج. والميزة كان كل شيء عربي. واللي كنت عم خبرتك اياه شوي قبل ما بلشنا، انه قدمت بروجرام بث بكل العالم من خلال الانترناشونال راديو فيستيفال، فكانوا عم يسمعوني بزيورخ، كانوا عم يسمعوني بالامارات، وكانوا عم يسمعوني بكل العالم من خلال الانترنت، مع كمان ويب كام عم تنقل اللي عم بيصير. الحلو اللي فاجئني انه انا عم بحكي عربي والأغاني كانت عربي، يعني هيدي كانت شروط المهرجان، إنه كل إعلامي بيطلع بيحكي لغته وبيلعب الأغاني يلي هي من بلده. إجوا ناس من سويسرا مش عرب، أجانب، لحتى يشوفوا شو هيدي الأجواء اللي عم تصير على الراديو. يعني اللغة هي اللي شدتهم بالفعل، اللغة، الميوزك كمان الستايل الميوزك اللي عم يلعب. واللي هو أكيد أنا نقلت فيه ستايل ستار اف ام
وستايل الإذاعة العربية بشكل عام. طبعا، والمذيعة العربية اللبنانية تحديدا قديه فيها تكون راقية وقديه فيها تكون محترفة. صح. كمان وفي شغلة كمان صارت بالإنترناشونال راديو فيستيفال، أنا عملت فورم كنت أنا عم بحكي فيه عن الإعلام العربي، كنت عم بحكي فيه عن الإذاعة العربية بحضور إعلاميين من كل دول العالم، يعني من كل دول أوروبا كانوا موجودين، وبنفس الوقت أمريكا، كندا، كان في كل الاعلام، وكان في اسئله حشريه بنفس الوقت، كان في تساؤل، كان في الكثير من هيك اذا بدك ليشوفوا اختلافنا عنهم، المعرفه انه شو في عند العرب، شو في بهالموسيقى الغريبه. وطبعا كان في اختلاف بين يمكن السيستم اللي نحن ماشيين عليه والسيستم الاجنبي ان كان امريكاني او اوروبي. انا هيك كنت مفكره، ولكن بس اللي اكتشفته انه الإذاعة وين ما كان فيها الكثير ان كومن، تختلف يمكن القوانين بالإذاعات، في ناس ما بتحكي كثير، في ناس بتحكي كثير، في ناس الاستراتيجية تبعها هي انه يكون في كثير موسيقى، في ناس لا كثير برامج. بس كمبدأ عام الإذاعة وين ما كان بكل العالم. رح نفوت بتفاصيل رانيا بعد هالوقفة القصيرة. يلا الإعلامية رانيا يونس، أهلا وسهلا فيك من جديد. Thank you, رانيا. كنا عم نحكي عن مسيرتك الطويلة والمتشعبة بالإعلام رانيا، خبرتينا عن مهرجان سويسرا اللي شاركتي فيه، مهرجان الإذاعة، وقد ايه كان الشق العربي أو الإذاعة اللبنانية تحديدا أخذ محل كبير، وقد ايه كان عندهم حشرية إنه يتعرفوا أكثر علينا. هل شو كانت نقاط الاختلاف بين الإذاعات العالمية وشو كانت النقاط مشتركة بيناتنا؟ بالنسبة للنقاط المشتركة بين الإذاعة العربية والإذاعات الأجنبية كانت أكيد بالبرامج. نعم. بالنوعية المعلومة اللي عم توصل من خلال الإذاعة. في الكثير من الإذاعات العالمية والإذاعة العربية كمان كان عندهم أشياء مشتركة بطريقة تقديم البرنامج. نعم. يعني نحن إذا بدي أحكي عن ستار اف ام اليوم بالإمارات، نحن الاستراتيجي هي أنه نحكي أقل من الموسيقى، يعني دائما نترك مجال اكثر للموسيقى. نعم. وهذا الشيء كمان التقيته ان كومن بالعديد من الاذاعات باوروبا. نعم. وحكيتي لي كمان عن الرقابه اللي هي شغله بالفعل فاجاتك. يس. رانيا اليوم بتقولي انه اوقات كثيره بتقولي انه مثلا بالنسبه لنا الغنيه يلي شوي كلامها مش كثير ذو مستوى مطلوب، او فيها كلام ما بيقطع على الهواء، ما بتقطع عنا. فانا كنت عم بحكي عن هيدا الموضوع، لقيت انه بامريكا البلد يلي انت بتقولي they are very open وهن مش فرقانه معهم، لا هن فرقانه معهم اكثر من الكثير من الدول الاخرى. كمان عندهم سنسورشيب كثير كبيره، في الغنيه يلي فيها كلام ما بيطلع على الهواء، كلام اذا بدك يعني كلام كثير رخيص ما بيطلع على الهواء، ما بيطلع بينسمع بغير طرق، ولكن هن ما بيعطوا التصريح انه على يقدر يمر على الهواء. دائما في نسخه مخصصه للاذاعه بتكون كلير، بتكون نظيفه لحتى تقدر تطلع على الراديو. رانيا كمان قدمت حفلات مباشر مع جمهور، كونسرتس او حفلات ايفنتس، يعني اوقات كانوا ايفنتس لاعمال. كمان قدمت كونسرت وقدمت مهرجانات كبيره، وبنفس الوقت كمان قدمت مثل بزنس ايفنتس، كنت انا المودريتور وكانت تجربه حبيتيها. صح. وتكرمتي رانيا، تكرمتي على عده اشياء عملتيها. شو اخذتي جوائز؟ تكرمت باكثر من مكان، سواء كان لمشاركتي مع طلاب بالجامعات، او لمسابقات كانت مثل النقل المباشر يلي كان يصير، وكنت انا اكون موجوده فيه، كمان اخذت جائزه منه. وانا اليوم بعتبر الجائزه الاكبر يلي حصلت عليها هي مشاركتي بمهرجان الاذاعه العالمي، لانه اللي اثر فيك شوي وكانت اول
الخطوة من منطقة الشرق الأوسط لهذا المهرجان. حضرتي لنا أشياء جديدة، للأسف ما بقى لنا وقت كتير، بس بدي تخبريني سريعا عن قصة ألمانيا رانيا. يس. هي منا بس قصة مهنية. لا، إلا دخل بالقلب كمان. عندك واسطة لأخذتي منحة على ألمانيا حاليا؟ أنا درست ألماني وهلأ عندي منحة على ألمانيا كمان لحتى أتابع بدراستي. زوجك ألماني. زوجي يعني ألماني. ألف مبروك. هلأ جاي على بيروت بالطيارة. ما عم يحضرنا. منحة كرمال شو رانيا؟ لحتى أتابع بدراسة الألماني، وبنفس الوقت بما أنه رح أكون موجودة هونيك رح يكون عندي ستادي تور ببافاريا، ورح أكون مباشر من بافاريا من خلال برنامج صباح على الصرف أم كمان بجولة بمنطقة بافاريا وقصتها وتاريخها كمان. وهذا الشيء أكيد بدعم رسمية من الدولة، من السفارة الألمانية بالإمارات، وأيضا بمشاركة أكيد هيئات السياحة الموجودة بألمانيا. نعم رانيا، ما شاء الله موفقة بكل شيء. ونحن فخورين فيك كتير. وأكيد دايما لقدام، مش رح نقول لك إن شاء الله لقدام لأن نعرف أنك رح تكملي بعد وبعد وبعد. أهلا وسهلا فيك، شرفتينا رانيا. ومرة ثانية أنا بدي أقول لكم ميري كريسمس، وإن شاء الله هالأعياد بتكون أكيد مباركة ومجيدة للجميع. على الجميع مشاهدينا، نحن ثواني ومنتابع بويل دون.